بين الاختلافات والخلافات وفي الزمن الفاصل بين الهجرة والنزوح، لابد أن تجمعنا تقاطعات مهما اختلفت بنا الطرق نحو سوريا التي نريد والتي نحلم. تقاطعات سورية. في سوريا الغنية بطوائفها وقومياتها، ظهرت في السنوات الأخيرة بشكل أكثر من قوي التركمان السوريون كطائفة أو كقومية كانت موجودة في سوريا، لكن اسمها بات أكثر بزوغاً نتيجة لكل ما تعيشه البلاد في السنوات الماضية. تركمان سوريا بين صراع عسكري وسياسي تعيشه البلاد وبين مستقبلها الذي لا يزال مجهولاً حتى اللحظة. هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة من تقاطعات. أهلا بكم، وأرحب بضيوفي الدكتور محمد وجيه جمعة، رئيس مجلس المجلس التركماني السوري، والناشط الإعلامي يونس العيسى الذي ينضم إلينا من جرابلس. أهلا بكما، وأهلا بجميع من يتابع هذه الحلقة من تقاطعات. وأبدأ معك دكتور وجيه، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أولا ألاحظ أن في الخلف منك علم الثورة السورية وليس علم التركمان الذي أعلنتموه قبل أكثر من عام. العلم صحيح موجود على الخريطة من خلفك، لكنك لم تضع العلم الرسمي خلفك في مكتبك الآن، لماذا؟ طبعا بداية أي حديث في هذه الأيام لابد من الانطلاق مما يحدث حاليا في ريف إدلب وريف المعرة، وأيضاً في غرب حلب وهذه المناطق التي تقصف حالياً بوحشية. المجلس التركماني السوري يبدأ من خلال الإعلام الواضح عن الألم الشديد والحزن الشديد لما يجري، ولكن مع المشاركة الفعلية بكل مقدراته سياسياً وعن طريق كل ما يمتلكه من علاقات للوقوف أمام هذه الهجمة الغير مسبوقة ضد أهلنا. نحن من خلال هذه النقاط بدنا نأكد وبدنا نفتتح حديثنا حول كل ما يجري في سوريا، وأيضا الوجود التركماني في سوريا. طبعا لابد من أن أؤكد على أنه اليوم في عمل وحشي عم بيتم ضد أهلنا، ولكن في أطراف صامتة نحن بنسميهم متواطئين، وفي أطراف ثالثة يعني عم بيظهروا عجز من أنه ما يحسنوا يقدموا أي شيء للشعب السوري. ما يحصل اليوم من مجازر، من تهجير قسري، من مأساة إنسانية عم بيعيشوها أهلنا، هدول بدي يعني بإصرار كتير كبير بدي أكد إنه هدول أهلنا، هدول نحن. وبالتالي أي كلام حول ما يجري في سوريا لابد من أن ينطلق من هذا المنطلق. وإذا أردتم الإشارة إلى يعني وجود العلم السوري، علم الثورة السورية يعني معنا، طبعا هذا علم ثورتنا، ونحن كتركمان سورية جزء أساسي في هذه الثورة منذ انطلاقات الثورة الأولى ومن خلال حراكها السلمي في البدايات والمظاهرات. كنا في، أستطيع أن أقول، في معظم هذه المظاهرات وفي معظم الجغرافيا السورية كنا ولا زلنا مشاركين. أما الرسالة التي أردتم الإيحاء من خلالها بأن لنا علم، فهذه معلومة يعني أرجو من كل أهلنا السوريين أرجو التصحيح في هذا السياق. هذه ليست علم لتركمان سوريا، وإنما هي الراية التركمانية، وهذا تقليد تاريخي
لكل شعوب هذه بس المنطقة هو وخاصة. رح ارجع لهي النقطة، اسمح لي دكتور وجيه، بس بدي اسأل يونس العيسى الناشط الاعلامي معنا من جرابلس. يونس، هل كنت تعرف بشأن هذه الراية كما قال الدكتور، هل تعرفها؟ طبعا المجلس التركماني السوري والراية التي اعتمدها اخيرا، نعم نحن نعرف بها كناشطين إعلاميين، وموجود الحراك وهم جزء ومكون من النسيج السوري، ولهم دور فاعل في الثورة السورية وشاركوا في مختلف مجالاتها. ونعرف راية المجلس التركماني السوري التي تمثل راية خاصة بهم كشعب تركماني. في المنطقة التي أنت تعيش بها وما حولها، حول جرابلس، هناك تركمان سوريون أو سوريون تركمان، لأن السوريين، ويمكن بيوافقني الأستاذ جمعة، كلمة سوريين هي الأولى ثم تأتي ربما نعم. التوصيفات الأخرى. بتشوف أنه في أي تمييز بشكل مباشر؟ رح أسألك، تمييز من قبل منطقة تسمى الآن منطقتك منطقة نفوذ تركي، هل هناك أي تفضيل في التعامل للتركمان عن غيرهم؟ كمان تفضيل لمناطق بمشاريع تنموية عن مناطق العرب مثلا، العرب السوريين؟ لا أبدا لا أبدا، قد يستغل هذا بعض الأشخاص من خلال انتمائه إلى الطائفة التركمانية أو تحدثه باللغة التركية، قد يستغل ذلك من أجل الحصول على بعض المكاسب التي يريدها أو قد تكون شخصية. لم أجد تفاضلا بين منطقة وأخرى إلا بمستوى الخبرات المشكلة بالمجالس المحلية حسب خبرة موظفيها وقلة نسبة الفساد فيها. طيب خليك معنا لو سمحت يونس. دكتور برجع لك، بس اسمح لي ارجع لاخر مره لموضوع الرايه او العلم، لانه من هذا الباب يعني لم نكن نعرف ان هناك رايه، يمكن اكيد كان في رايه بس ما كنا كسوريين شاهدناها قبل ذلك، لكن تزامن ظهوره مع دخول القوات التركيه الى مناطق من سوريا خلى البعض يتهمكم بأنكم كتركمان، كسوريين تركمان، استقويتم بالوجود التركي، كيف بترد على هي النقطة؟ طبعا أنا بدي أرد أكد على مفهوم الراية، وكما أسلفت هو تقليد لكل شعوب هذه المنطقة وخاصة كما أسلفت للتركمان. دائما بتعرفوا حضراتكم يعني في الحروب، في الهجرات، في أماكن التموضع، لابد من راية للدلالة على هذا يعني التجمع السكاني يلي مثل ما قلنا أخذ كثير من الأشكال. وهنا أريد أن أذكر الجميع بأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم في كل غزواته كان يعني كان لكل فريق من الفرق العسكرية رايته التي تميزه. هذه الراية يعني نحن أردناها لكي تجعل لنا يعني لون محدد، وأكيد نحن مع العلم الثورة السورية الجامع لكل أحرار السوريين. نحن اليوم بشوي يعني ذكر وردت عبارة الطائفة، نحن لسنا طائفة، نحن مكون أساسي من مكونات المجتمع السوري، نحن بعدنا التاريخي يمتد إلى أكثر من 1000 عام، نحن مع كل الأخوة من كافة الأطياف الموجودة في سوريا، عرفنا نتعايش بشكل جميل جدا، ونحن جزء من صناعة حضارة هذه طيب المنطقة. لكن دكتور إذا بس اسمح لي أرجع لسؤالي، هل شعرتم بأنكم بتم أقوى اليوم بوضع سياسي وأمني معقد كتير بسوريا، بتم أقوى بعد دخول قوات تركيا إلى سوريا؟ نعم الحقيقة هو يعني شوي كمان وردت كلمة النفوذ التركي. بصراحة حاليا الوجود التركي في هذه المناطق هو وجود لدعم الثورة السورية،
يعني هلا لو تصورنا انه ما في دعم للثورة السورية من اخوتنا الاتراك في هذه المنطقة لحدثت امور لا يريدها كل ثوار سوريا، يعني لولا هذا الدعم السياسي والدبلوماسي وحتى العسكري في هذه المناطق لما يسمى ب يعني او بالاحرى تحت مسمى الثوره السوريه، فالكل يعلم بان الذي يؤكد على ان على مفهوم الجيش الوطني وعلى وسابقا على الجيش السوري الحر هي فقط تركيا، بينما الاطراف الثانيه تعطيه مسميات نرفضها نحن كليا ولا تتماشى مع الحقيقه. اما اننا نحن كتركمان نشعر باننا اقوى حاليا بالوجود التركي، لا، هذا الكلام فيه الكثير من المغالطه. نحن الان اقوى بوجود الثورة السورية، لولا الثورة السورية لما استطعنا حاليا أن نتكلم وأن نتكلم عن المكون التركماني. طيب. لأنه قبل الثورة كانت هناك أعمال ومحاولات يعني قوية جدا من طرف النظام لمحونا بشكل كامل، لإنهاء كل وجودنا وثقافتنا بطرق مختلفة. أما نحن اليوم مع الثورة فلنا مجلس، لنا أحزاب، ونستطيع أن نتكلم بصوت عالي أننا تركمان. إذا حصلنا على شيء حاليا في الثورة السورية، إذا حصلنا على شيء من حقوقنا حصلنا عليه في ظل الثورة السورية. طيب. أما خليك معي معلش دكتور، أنا آسف عم أقاطع كثير، بس بدي أرجع ليونس. في جملة كثير مهمة أنا أرجوك، ولكن حاليا الوجود التركي في هذه المنطقة هو دعم لكل المكونات، هو دعم للثورة السورية ولكل أحرار سوريا. طيب. بكل ألوانهم، والكل حاليا هو الشاهد ويرى بأم عينه بأن تركيا عندما فتحت أبوابها بداية للوجود للجوء السوريين إلى تركيا، هي على الأبواب لم تسأل أي إنسان يعني لا عن تمام. قوميته ولا دينه ولا مذهبه. تمام. خليك معي دكتور بعد إذنك، لأنه بدي أسأل يونس. يونس، أنت تعيش مثل ما عم ذكر دائما بجرابلس، منطقة تتواجد فيها القوات العسكرية التركية. ما رح أسألك عن رضاك عن هذا الوجود، إذا بتقبل أساسا يعني استخدام هذا التعبير، يمكن عندك تعبير آخر مثل كثير من السوريين في تعابير مختلفة لوصف الوجود العسكري التركي في سوريا، بس بدي أسألك عن رضاك عن حجم المشاريع التنموية اللي لها علاقة اليوم بحياة الناس، بأكلهم وبشربهم بالمنطقة اللي عم تعيش فيها وبمختلف المناطق المشابهة لوضع منطقتك الأمني والعسكري. هلا مع بداية انطلاق معركة درع الفرات في آب 2016، شهدت المنطقة المحررة في ريف حلب الشمالي عودة قسم كبير من الخدمات الأساسية المدعومة من الجانب التركي، بالتزامن مع تشكيل المجالس المحلية. المجالس المحلية حصلت على دعم تركي منتظم تمثل بإمداد موظفيها برواتب شهرية والمعدات اللازمة لتمكينها من القيام بتقديم الخدمات للمواطنين من نظافة وكهرباء وتعليم وطبابة. الدعم يبلغ يعني للمجالس كلها التي يبلغ عددها حوالي 10 ويتبع لها مجالس صغيرة. يتراوح نشاط تلك المجالس حسب نشاط وخبرة موظفيها كما أسلفت سابقا ومستوى الدعم المقدم لها. الدعم المقدم التركي مشكور عليه، لأنه هناك نتيجة هذا الدعم المقدم ازدياد لافت في عدد السكان، احتضان المهجرين. يونس آسف عم أقاطعك، لكن أنا بدي أعرف منك ما تسمعه من الناس من المدنيين، قديش راضين، قديش بحاجة للمزيد، قديش يعني شايفين انه اللي عم يصير منيح بغض النظر عن الدعم المقدم او لا، بعرف انه مهم، لكن انا سألتك عن رأي الناس تحديدا. طبعا ليس كل الناس تجمع على رأي واحد، ولكن هناك يعني احيانا تقديم الخدمات ليس بالمستوى المطلوب من ناحية الكهرباء، من ناحية التعليم، من ناحية الطبابة، نتيجة ازدياد عدد السكان وقلة الخبرات الموجودة في الوظائف. زرت الراعي شي مرة يونس؟ نعم.
كيف لقيت بين شو يعني، لقيت في فرق بين الراعي وبين جرابلس؟ طبعا هناك فرق واضح بين الراعي ومدينة جرابلس بمستوى الخدمات المقدمة، بشبكات الطرق، بالكهرباء. فرق واضح بينها وبين جرابلس، رغم أنه هناك بوابة في الراعي وبوابة في جرابلس. وكما أسلفت لك سابقا، قد عندما نسأل المجالس المحلية وهذا على مستوى الخدمات، يلقون بالعاتق على الجانب التركي، ولكن لا يدرون أن بعضهم نتيجة الفساد وعدم الإدارة الجيدة وعدم امتلاك الموظفين الخبرة، نشهد هذا الفرق واضح. طيب أنا سألت عن الراعي دكتور محمد وجيه، لأنه الراعي ذات غالبية تركمانية، وهنا يعني اسمح لي بهالكلمة، لب الاتهام بأن تركيا تقدم للراعي ذات الغالبية التركمانية الكثير من الخدمات والتسهيلات إذا ما قيس الأمر ببقية المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. قديش صح هذا الكلام؟ قديش الراعي اليوم هي يعني أكثر المناطق حظاً من الأتراك؟ طبعا حضرتكم نوهتوا الى في بداية تعليقكم السابق بأنه قد يطلق بعض السوريين الموجودين في الشمال المحرر مسميات مختلفة على الوجود العسكري التركي. أنا أعيد وأكرر سؤالي إلى كل المقاطنين في هذه المناطق بأنه لنفترض، ولا أتمنى ذلك، عدم الوجود العسكري التركي، فمن هو البديل؟ يعني اليوم العسكري التركي جاي وعم بيضحي ومستعد للشهادة من أجل حفظ أمننا وأماننا، وأيضا لا ننكر ونقولها بوضوح بأنه أيضا للحفاظ على الأمن القومي التركي، ولكن هنا في توافق واتفاق وفي نقطة تلتقي مصالح الدولة التركية مع مصالح الثورة السورية، وبالتالي الوجود التركي حاليا عسكريا وأيضا كمساعدات إدارية، لأنه في كثير من مثل ما أسلف الأخ قبل قليل بأنه تقدم كثير من الخبرات للمجالس المحلية لتساعدهم على حسن إدارة هذه المنطقة. وبالتالي خلينا نتفق بأنه بالمطلق الوجود التركي حاليا في هذه المناطق هو ضرورة للثورة السورية وأيضا للطرف التركي، لأنه لو افترضنا غير ذلك لما وجدنا حاليا ثورة سورية. تمام. يعني خلينا نكون كثير واضحين، ما كان في شيء بس اسمه ثورة انا بس لولا اعطي هذا تنويه الوجود صغير التركي. دكتور، أما انا كنت بالنسبة اسال للخدمات او قلت تحت تماما بان سوريين وليس السوريين في الشمال. انت بتعرف انه في سوريين اليوم يرون في الوجود العسكري التركي احتلال، يعني سوريين في شمال شرق سوريا، سوريين في دمشق، هم بالاخير سوريين عندهم توصيفات مختلفة. بس انا سالتك عن أكيد. الراعي، جاوبني عن الراعي، هل هي الاكثر حظا؟ نعم. الشيء الأهم من يعني بصراحة من فرق الخدمات البسيط جدا بين منطقة وأخرى، ولكن يعني من يقول على الوجود التركي احتلال هم جماعة البي دي الموجودين في شمال شرق سوريا، ومن يقول على الوجود التركي احتلال هم جماعة النظام. وبالتالي أرجو أن لا نعمم بعض المقولات المعادية للثورة، وبالتالي نحن يعني نصطف مع الطرف ونتبنى مقولات الأطراف الثانية. طيب بس حتى نرجع لموضوعنا، أنا آسف كثير أني عم أقاطعك دكتور، بس حتى نضل بموضوعنا بعد إذنك. إذا الخدمات التي يعني تقدم في الراعي، يعني فرق الخدمات، أيه؟ الخدمات في كل يعني خلينا نقول لمنطقة جرابلس ولا عزاز ولا الباب، وإذا بدنا نقارن أيضا مع الخدمات التي تقدم في عفرين، وحاليا لدينا يعني مناطق في تل أبيض وفي رأس العين، هذه الفروق أنا أؤكد على ما قاله زميلي، هو عبارة عن اختلاف في نشاط كل مجلس محلي وإمكانيته للتعامل مع الوقائع والحقائق. لا يوجد أي تمييز ولا أي فارق من طرف أخوتنا الأتراك بتقديم الخدمات بين منطقة وأخرى، وإنما خلينا نتذكر بأن هذه المناطق
قبل يعني أكثر من سنتين قريب ال3 سنوات، هنا كان في داعش يا جماعة، كان في داعش وكان في يعني جريمة سوداء عميقة بحق كل أهلنا في هذه المناطق. في بعض المناطق كان فيها البي كي كي والبي اي دي يلي كان عم بيسيء إساءات بالغة لأهلنا. داعش أول ما دخل على مناطقنا أغلق كل المدارس، يعني أنهى كل الخدمات التي ممكن أن تقدم للإنسان، بالإضافة إلى ذلك اقترف ما اقترفه من جرائم بحق أهلنا. وحاليا هذه المناطق هي تستعيد الحياة، تستعيد تنظيم نفسها من خلال إعادة بناء المؤسسات. فلدينا المجالس المحلية، لدينا حاليا المحاكم، لدينا جهاز الشرطة يلي حاليا يعمل بشكل جيد جدا، ولكن هذه كلها بنى تصطف إلى جانب بعضها. وحاليا بوجود الحكومة السورية المؤقتة، هذا كله سوف يصب في منحى واحد، وهو إدارة هذه المناطق بما طيب يخدم الثورة ومن خلال مفهوم الثورة. طيب لأنه اليوم نعرف كلياتنا أنه الحكومة السورية المؤقتة هي من يعني مؤسسات الثورة، وبالنهاية تنتمي إلى الائتلاف الوطني لقوى جميل الثورة والمعارضة، والتي هي حاليا تمثل يعني السقف الأمثل لمطالب الشعب السوري بحياة كريمة في سوريا. طيب أعيد أسألك دكتور، وأؤكد أن الخلافات هي خلافات حسب نشاطات المجالس المحلية كل على نعم حدة. رح أرجع لك دكتور، قلت الخلافات. يونس، هل لديك معلومات عن طبيعة المنطقة اجتماعيا؟ يعني كنا نعرف أنه طوال سنوات كان في حساسيات أحيانا صغيرة بين العرب والأكراد، بمختلف مناطق سوريا كان في حساسيات بين طوائف لم تصل إلى مستوى ما وصلت إليه في السنوات الماضية، بس كان في حساسيات. تاريخيا كيف كانت علاقة السوريين مع السوريين التركمان؟ عندك معلومات إذا كان الأمر ملاحظ أساساً؟ هل كان في حساسيات؟ هل كان في أي مشاكل، فجوات، قصص ممكن تكون صارت طوال السنوات الماضية؟ أبدا لم يحصل أي خلاف بين يعني المكون العربي والمكون التركماني في المنطقة، بالذات بالريف الشمالي. أبدا الحساسيات قد تكون حصلت مع الأكراد نتيجة النزعة العرقية الموجودة عند البعض، لا أقول عند الجميع، والتي استغلها البي بي كي وأخذ الشعب الكردي لمنحى آخر وأضره أكثر ما نفعه. طيب لم يوجد أي حساسيات بين المكون التركماني أبدا والمكون العربي الذي ينتمي لعشائر، هذا ما أشاهده، ولم يحصل تاريخيا أي خلاف بين المكون التركماني والمكون العربي الموجود في المنطقة. جميل دكتور، بلشت معك ورح أختم معك، بلشت معك ما هو خلفك ورح أختم معك بما هو خلفك، اعذرني وتحملني وشكرا لرحابة صدرك. خريطة سوريا خلفك من دون لواء اسكندرون، ليش؟ لواء اسكندرون هو موضوع قانوني دولي، وتعرفوا حضراتكم انه لواء اسكندرون حسب الاستفتاء اللي حصل في عام 1939 تم يعني، او بالاحرى يعني هو تبين وتأكد من خلال الوثائق الأممية ومن خلال قرار الأمم المتحدة بأنه جزء من أراضي الدولة التركية. وإذا بدنا نرجع قليلا إلى الوراء يعني تاريخيا شوي، ومنشوف بأنه أبناء هذه المنطقة هم أبناء نفس الحضارة، هي يعني الحضارة اللي جمعتنا كلياتنا بكل مكوناتنا. وكما أسلف زميلي قبل قليل، نحن ليش ما كان في مشاكل بين مكونات القومية والدينية في هذه المناطق؟ لأننا كنا ننتمي إلى حضارة هذه المنطقة، وإنما جاء من جاء ورسم الخطوط كما يحلو له، وأوجد هنا يعني دويلات
وأوجد أماكن جغرافية لم تحترم الامتدادات لا الاجتماعية ولا بعض العلاقات حتى الاقتصادية في هذه المناطق. هي تمام. ما أحدثته من خطوط في هذه المناطق هو رغما عن أهل هذه المناطق. نحن القاسم المشترك الأعظم لسكان هذه المناطق هي المجموعة القيمية الإنسانية التي ننتمي إليها جميعا. نحن في هذه المناطق كما أسلفت بنات حضارة بل وحضارات، كلنا هنا يعني عمقنا التاريخي كبير، شكرا جزيلا. نتكلم عن آلاف السنين، ودائما ما أحدثته يعني الأهداف السياسية والغايات السياسية هي التي يعني الدكتور جاءت محمد وجيه بالمآسي جمعة، لهذه المناطق. لن أذكر أخوتي ب يعني وجود المغوليين هنا ولا وجود نعم الصليبيين، أنا الحملات آسف كثير الصليبية، بس وقتنا هو من انتهى. ثم يعني الدكتور محمد وجيه جمعة نعم رئيس تسجل. المجلس التركماني السوري، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا للناشط الإعلامي يونس العيسى، كنت معنا من جرابلس. هكذا تنتهي هذه الحلقة من تقاطعات، شكرا لعبد الرحمن في الهندسة الصوتية ويحيى في الإخراج. إلى اللقاء.